مؤلم جدا أن يكذب عليك شخص تحبه وتعزه، وعلى الرغم من أنك تعلم أنه يكذب عليك تصمت. تصمت فقط لأنك تحبه. ومؤلم جدا أن تفقد ثقتك في شخص كنت تثق فيه أكثر من نفسك، في شخص كنت تكذب جميع الناس من أجله. مؤلم جدا أن تكتشف بأنك كنت تعيش في وهم طيلة حياتك، ولكن كما يقال طعنة الخذلان تأتيك من أناس قد وضعتهم في صميم قلبك. وإذا وثقت في شخص أكثر من نفسك فستحصل على نتيجتين، إما شخص مدى الحياة أم درس مدى الحياة. Likey.